ميزة جديدة ظهرت في قنواتنا على اليوتيوب، خلينا نتعرف عليها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير وسعادة دايما. اهلا بكل متابعين قناة العلم والتكنولوجيا على اليوتيوب. في الفيديو ده بنتعرف على قسم جديد اليوتيوب بدأ ان هو يظهره في قنواتنا، ازاي ان احنا نفعله وازاي ان احنا نستفاد منه لقنواتنا. الميزة الجديدة اللي اليوتيوب اضافها في قنواتنا على اليوتيوب هي قريبة من قوائم التشغيل، ولكن بمسمى مختلف وبمميزات مختلفة. الميزة الجديدة اسمها الدورات التدريبية، ازاي ان احنا نفعلها على قنواتنا وهل هي ظهرت في قناتك ولا لا. هنعرف الكلام ده من خلال اللابتوب او الكمبيوتر او من خلال الموبايل، الاثنين. خلينا نعرف الاول من خلال اللابتوب او الكمبيوتر وبعدها نعرف من الموبايل. تابع معايا الشرح الى النهاية. لو انت فاتح كده من خلال اللابتوب او الكمبيوتر، فاتح قناتك، هتبدأ ان انت تضغط على صورة قناتك، وبعد كده استوديو اليوتيوب، بعد كده بتفتح المحتوى، بعد كده بتلاقي هنا قسم جديد ظهر اللي هو الدورات التدريبية زي ما انت شايف كده، تمام. تفتحها وتنزل لتحت، بتلاقي هنا اللي هو الدورات التدريبية، دورة تدريبية جديدة. وتقدر ايضا كمان تفتحها من خلال كلمة انشاء اللي هنا ديت، بتلاقي هنا دورة تدريبية جديدة. وعندك هنا مزيد من المعلومات لو انت فتحتها، تمام. هتلاقي بقى هنا، يعني لو ضغطت هنا كده على مزيد من المعلومات، هتلاقي هنا بقى كده بيقول لك انشاء دورة تدريبية في استوديو اليوتيوب، وبيشرح لك ايه المزايا وايه الكلام ده كله وكل التفاصيل. تقدر تطلع على المقالة ديت. هنبدا ان احنا نضغط هنا على دورة تدريبية جديدة، وهنبدا ان احنا نضع عنوان للدورة. طبعا على فكرة تقدر تعمل الكلام ده لاي محتوى، يعني مش شرط يكون محتوى تعليمي، يعني انت حتى ممكن محتوى اكلات طبخ واكلات وحلويات واشياء من دي، ويبقى عندك فيديوهات تضيفها كده كقائمة كده اسمها دورة تدريبية. اي محتوى تقدر تضيف عليه او تستخدم انشاء دورة تدريبية جديدة، بحيث انها تظهر القائمة ديت او القسم ده للناس والمشاهدين، فيبدأوا ان هم يشاهدوا اكثر من فيديو في قناتك، زي كده قريبة من قوائم التشغيل ولكن بمزايا اكثر. هنبدأ نحط هنا عنوان ونحط وصف هنا ومستوى العرض. انا مثلا حطيت هنا العنوان اللي هو الربح من اليوتيوب، يعني الدورة التدريبية دي خاصة بالربح من اليوتيوب، تمام كده. هضيف فيها اكثر من فيديو يكون خاص بالربح من اليوتيوب. والوصف هنا احط وصف ليها، نقدم في هذه الدورة مجموعة فيديوهات للربح من اليوتيوب، وكيف تربح من اليوتيوب، وكيف انشاء قناة على اليوتيوب. او انت مثلا هنقدم في هذه الدورة مجموعة من الفيديوهات التي تخص الاكلات المصرية او الاكلات المغربية، وتبدأ ان انت تحط وصف هنا وتحط عنوان. وبعد كده تنزل لتحت هنا بتلاقي مستوى العرض، عندك ثلاثة خيارات، طبعا احنا بنخليه علني عشان يبدأ يظهر لكل الناس. وبعد كده تضغط على اضافة فيديوهات، هبدأ ان انا اختار فيديوهات عندي موجودة على القناة، ابدأ ان انا اضيفها هنا في القسم ده اضافة فيديوهات. بيبدأ ان هو يظهر لي هنا الفيديوهات، هبدأ ان انا اختار ايه الفيديوهات اللي انا عايز اضيفها هنا للربح من اليوتيوب او للقسم ده، يعني اللي انا عملته ده مثلا، دي فيديوهات انا اخترتها. ولو في عندك، طبعا هو بيظهر لك هنا عدد محدود من الفيديوهات، طبعا دي قناة تجريبية عندنا مش قناتنا الاساسية، تمام. فلو عندك اي فيديو اخر انت عايز تبحث عنه، ابدأ ابحث عنه هنا بالاسم، مفيش اي مشكلة، اعمل بحث هنا وابحث عنه، هيظهر عندك هنا وتبدأ تضيفه. تم، بعد كده نضغط على تم، تمام كده خلاص. هو بيقول لك هنا في ثلاثة فيديوهات انا اخترتهم، تمام، وهبدأ ان انا بعد كده اضغط على انشاء. قال لك هنا خلاص دي الفيديوهات في الدورة التدريبية زي ما انتم شايفين كده، انا ضفت ثلاثة فيديوهات. لو انا عايز اضيف فيديوهات اخرى هضغط على اضافة فيديوهات، تحميل فيديوهات جديدة او اختيار فيديوهات حالية، تمام. ندخل كده تاني مرة على محتوى القناة، هذا المحتوى اهوت، وهذا الدورات التدريبية. هلاقي عندي الدورة التدريبية اللي انا عملتها اللي هي ربح من اليوتيوب زي ما انتم شايفين كده. لو انا عايز احذفها اقدر ان انا احذفها من هنا، او ان انا احصل على رابط ليها انشره، بحيث ان انا يعني انشر الرابط ده يوصل مباشره للدوره، او ان انا اضغط على الضبط كقائمه تشغيل اقدر ان انا احولها لقائمه تشغيل، واقدر ادخل على الاحصائيات وكل حاجه هنا، واقدر اضغط هنا على التفاصيل وابدا ان انا اعدل هنا لو عايز اعدل اي شيء في الوصف، في العنوان، مستوى العرض، الكلام ده كله اقدر اعدل هنا مفيش اي مشكله. لو انا عايز اعمل دوره تدريبيه جديده اضغط هنا على انشاء وابدا اقول دوره تدريبيه جديده، واعمل نفس الكلام، احط عنوان ليها ووصف، وابدا ان انا اعمل واضيف فيديوهات واعمل دوره جديده. لو انا دخلت كده على قوائم التشغيل اللي عندي في القناه، عندي مثلا قوائم تشغيل اهيت، تمام، اقدر ان انا احول
قائمة تشغيل من ديت لدورة تدريبية، مفيش أي مشكلة. أجي مثلا هنا كده أضغط هنا على النقاط ديت وأقول له الضبط كدورة تدريبية، أحولها لدورة تدريبية مفيش أي مشكلة. بيقول لك إنشاء دورة تدريبية في استوديو اليوتيوب، تتيح الدورات التعليمية على يوتيوب لصناع المحتوى المؤهلين تقديم تجارب تعلم منظمة للمشاهدين. يمكنكم تنظيم فيديوهاتكم في دورة تعليمية تتضمن ميزات مخصصة لا تتوفر في قوائم التشغيل العادية. ابدأ ان انت تطلع على المقالة الموجودة ديت. حاول ان انت اليوتيوب لما يعمل اي ميزة جديدة ان انت تستخدمها كمنشئ محتوى. يعني عندك قوائم تشغيل، اعمل قوائم تشغيل. عندك بودكاست، ممكن تعمل بودكاست في مجالك. عندك دورات تدريبية، كل دي اقسام موجودة، دورات تدريبية موجودة تقدر انت تضيف فيها فيديوهات. فحاول انت تستفاد من المميزات اللي يوتيوب بيعملها لصناع المحتوى. ده بالنسبة للابتوب او الكمبيوتر. خلينا ندخل من خلال الموبايل ونشوف هنفعلها ازاي، لان انت لازم تفعلها عن طريق المتصفح. هنبدأ ان احنا نطبق الكلام ده من خلال الموبايل، علشان طبعا ناس كتيرة بتستخدم الموبايل. هنبدأ ان احنا نفتح متصفح جوجل كروم، وهنبدأ ان احنا ندخل على جوجل عادي خالص. بعد ما فتحنا متصفح جوجل كروم على جوجل، هنبدأ ان احنا نضغط على النقاط اللي فوق على الصفحة ديت، وهنبدأ ان احنا نختار اللي هو الديسكتوب سايت، او بالعربي عندك اللي هو عرض سطح المكتب او الموقع الالكتروني. كده هيفتح لك كأنه فاتح بالضبط من لابتوب. وهنيجي هنا في البحث، هنا هنيجي هنا في البحث ونكتب تسجيل دخول استوديو اليوتيوب، وهنضغط على نتيجة البحث اللي هي تسجيل الدخول، وهو بيحمل كده. اضغط على النقاط اللي فوق واختار برضو اللي هو الديسكتوب سايت او عرض سطح المكتب. بعد كده طبعا فتح هو استوديو اليوتيوب على الموبايل. بتبدا ان انت تدخل بالضبط كده زي ما احنا دخلنا بالضبط من خلال اللابتوب او الكمبيوتر. تضغط على المحتوى، وبعد كده عندك هتلاقي الدورات التدريبيه بنفس الشكل بالضبط اهو، الدورات التدريبيه. طبعا انت لو داخل لاول مره، يعني انت اول مره تخش على القسم ده اللي هو الدورات التدريبيه، هتلاقي عندك هنا ظاهر اللي هو ايه، اللي هو انشاء دوره جديده. تضغط عليه وهتبدأ ان انت تعمل انشاء دورة زي ما احنا شرحنا بالضبط، تمام. ولو انت كبرت كده شوية ودخلت هنا على كلمة انشاء، هتلاقي هنا برضو هنا في دورة تدريبية جديدة زي اللابتوب او الكمبيوتر. عود نفسك ان انت لما تحب ان انت تدخل من خلال الموبايل كأنك فاتح من اللابتوب او الكمبيوتر، تدخل من خلال متصفح جوجل كروم وتعمل عرض سطح المكتب زي ما احنا شرحنا كده. يبقى كده اللي احنا بنعمله على اللابتوب هو نفسه الموجود عندك حاليا على الموبايل، طالما ان انت فاتح من خلال المتصفح خلاص. وهتبدأ تطبق الشرح ده. عرفنا في تعليقات هذا الفيديو هل القسم الجديد او الميزه الجديده اللي هي الدورات التدريبيه ظهرت عندك في قناتك ولا لا. وابدا ان انت استخدمها وضيف فيها فيديوهات، مش هتخسر حاجه، يعني لا تخسر شيء، بل في قسم جديد موجود فيه فيديوهات ممكن القسم ده يظهر للمشاهدين وتستفاد مشاهدات. تحياتي لكم، انتظر رايكم وتعليقاتكم تحت هذا الفيديو. اهم الفيديوهات التي تفيدك موجوده في وصف الفيديو وفي التعليق المثبت تحت الفيديو. مع السلامه.